السلام عليكم، حياكم الله في مقطع جديد. انا مسوي لهم الشباب اليوم تحدي حق اعضاء ترو جيمنج، قاعد العبهم لعبه ولفنستاين الجديده وعلى اصعب مستوى، ابغى اشوف مين يقدر اطول واحد يعيش في اللعبه لانها مره صعبه، من جد من جد صعبه، فحتشوف الصعوبه قدامكم. واذا وقفت يا احمد راح اوقف الوقت عليك. أوكي. يعني لازم تتحرك دائما. انا مصعبه زياده، فبشوف مين احسن واحد فيهم، احمد ولا عبد الله ولا فهد ولا محمد. فاول واحد يبدا هو احمد. ابدا، الوقت بدا. يلا احمد، خلينا نشوف ايش تقدر تسوي. بعطيك نصيحه واحده. هي. شفت القلبي، علق عليه بعدين نروح يمين يسار. قلبي اللي هو هذا، يمديك تطلع وتروح. يلا روح، ما عليك، لا تخاف. الله يخوف، لا تخاف، ما عليك، حوقف الوقت. لما تتحرك تطلع حيشغل الوقت. يلا بشوفك كيف تمشي. اوكي، احاول. لكل واحد عنده ثلاث محاولات لانه شفت صعوبتها لسه اول جندي. من اول ضربه على طول. ها، من اول ضربه على طول، فنبدا من جديد. لازم تكون شوي متوحش، خش فيه كذا بصرخة، لازم تصارخ من دقاتك. إيه لازم تشوف كيف ما تحس إن في حبك شركت. أكيد شفت ذاك، تقدر تصوب ترى إحنا. أوه، هي تقدر تصوب. نوقف الوقت. أوكي، مدري مات ولا؟ أنا زيك ما أعرف. درعم عليه. كيف في واحد على اليمين؟ تقدر عليه. مرة خايف؟ طب عشق قبل، عشق. الظاهر انهم ماتوا، كلهم ماتوا. ذمتك ها؟ الظاهر انا قلت. اوكي، هذا مات، هذا من جد مات. والله الدم، مش مشكلة لو ما مات. الدم غير لونه. شوف. كأنه لابس قناع. روح، ما عليك، لا تخاف. إذا أنت خفت حتموت صدقني. ما أتوقع في أحد داخل ولا. والله مشكلة في أحد داخل. لا. الحين مت متتين ولا ثلاثة؟ مت أولى بس. والله مت؟ أوكي، مت مرة واحدة بس. ما مات لسه. إيش معنى يعني؟ الرصاص دغدغه بس كذا. أي بشويش علي. ترى ما يلعبون هذول. هذا مطلع نفسه بزيادة. روح ما عليك. كان تقدر تقتله ترى أول. والله؟ إيه. بس كمل عليه. إيه كمل. كده خض ضد الرصاص، يطلع المصعد. لا يا ابي ضيع وقت، ضيع وقت كمان ترى. انا لا لا اوكي. ما في شيء الزر ترفع. اوكي، ما دام انا قلت دور على اشياء نوقف الوقت. في شيء نسيته. لحظه، هذا بيطلع على كذا بعدين. اوكي، بس ابغى اتاكد من وين بيوصلني، وين بيوقفني يعني. عارف حركاته. يا ولد، في دكتور خيار وكنت سايبه؟ يا رجال، تتفرج فيه؟ حلالة. ليه؟ أصحابك ترى جالسين قاعد يحمونك وأنت ترى الحين توك طالع من غيبوبة. ما عليك، إزاز ضد الكسر. ما أكذب عليك. ضد الكسر بس ينفتح. ضد الكسر. والله ضد الكسر. إيه بس شكله مكسروه. أوكي. فين رايح؟ روح. لا تشرد، خلاص انت برضه معك، ما تعطي ظهرك. هاي ضد الكسر. ايوه، هذا خفت يتحرك. لا مو هو ريزنت ايفل ترى. مره والله قال لك دونت موف مصر. قال لك صدقني، قال لك تنحسب القتله ذي. يلا معك، بس ما حد ذبحني. اخر موته. وين؟ هنا ضد الكزاز اللي ما انكسر، لسه مقتنع انه انكسر. هاها. خلي. اوكي، هذا اللي صار. اوكي، ايه تفرقع كامل. اوكي، هنا حنوقف الوقت لابد. اوكي، يلا اعطيك ثاني معدول. يلا موقف لك الوقت. روح، لا تخاف كذا، غلط تخاف غلط. ايوه روح الدحرج. وراك يا ويل، حتموت. اوكي، ما قصرت. بعدين نعطيك النشر، اترك رقم جوالك و 05 بعدين
كذا خلص احمد هذا محاولات قدم مستوى ممتاز. نادين اللي بعدك كنا في مدرسه تذكر يوم الاختبار الشفوي مين عبد الله اللي... جيب الطالب اللي بعدك عبد الله اشوف قاعد غشش شو اسمه والله طفشني والله كني ما ايش متى غششتي في سياره كني في دله قاعد اقول له لا لف يمين لا هنا الجير عشكوا الاخ عبد الله الاخ عبد الله شرفتنا حياك. تعرف اللعبه تعرف التحدي العين كل شيء عندي على مستوى هتخش لك ثلاث محاولات طلق على الناس قتلهم اي واحد يمشي في طريقك يعدل طريقك انسفه خلاص واضح توقف ضيع وقت تلفلف لي اوقف الوقت عليك ممتاز بس اعطيني الكنترول كيف وفلتني هذا اللي يقنص هذا اللي يشوت بس واضح خلاص يلا ما تحتاج ثاني فكني عليها وينهم اكسبت اي خير الله اصبر خوي خليك النبض انا على كرسي على كرسي متحرك الله اكبر اول واحد ما والله ما ادري مات الضرب في الميت حرام اوكي هذه اول موته طلقه واحده موت انا قلت لك اصلا مستوى ايش تحسبه لعب عيال ما دريت انا مستوى ذا ما بعدين كنت اتاكد اذا الرجال مات ولا لا يلا ليش تتاكد منه انه مات ولا لا انت سالتني خلاص ميت ليش تتاكد ايوه يا اخي ما اشوف عدل او فات عيونه ترى ايوه يا سلام وين اروح علمني بس علمني الطريق على مهلك خذ ايوه يعني تطول قدام بس في واحد جايك ترى في واحد جايك من الباب هذا إيه. اصبر خلني عندك تصوب ترى عندك تصوب ايوه طلق عليه احمر خلاص احمر يجي احمر يعني جاء فيه خلاص بس قاعد يجي في النص وش هذا تمام عليك تمام طيب يمين لسه موجود باقي حي هذا وش مسدسه يعني مسدس اطلق مسدس عبد الله بسرعه ما في وقت تفكر فيه تقول دي اصبر خلينا نظبط العين مالين ما فيها ما في هذا ما تنحسب ترى بيني ما راح نحسب احد احمد كم جاء لا تغش خليك شوف يلا روح ما عندي مشكله اكون اسوء حاجه بس خل احمد اسوء مني ما عليك ابشر هذه عندي يلا ساتعلم اهم شيء احمد بيني وبينك اي اكيد اوكي يا سلام عليك تتذكر الثاني ذا اللي بيطلع يا سلام مات ليش ما مات والله يا مشكله لازم تخض لما تشوف واحد قدامك معاه سلاح خضه انفضه اغسله بالرشاش بسيطه كم مره لعبت الحين انا هذه المره هذه اول موته يلا اسمع يلا اللي بعد ايوه سلام عليك تتذكر من فين طالع هذا خضه لا يخضك يا اخي خلاص اخر محمد احنا بنمشي الوقت من اول قدام يمشي لك يا روح ما عليك يلا يا امي مشي عسى الله انت الفائز اليوم ما فيها يلا خض يا عبد الله لما تقنص يكون افضل ما اعرف الزر الثاني اوه والله العظيم اني قايل له انا اعيد المقطع ده مره ثانيه عشان يتاكد كلامي هذا اللي يقنص هذا اللي يشوت شايف؟ يا اخي نسيت قايل كويس انك ما داري اني قلت لك كويس يلا ما حد يلا كويس يلا صوب على الباب حيطلع لك ايوه حاول انك تحفظ اماكنهم دائما راك ما شفته نسيت لا انت اول ما كنت داري انه في تصوير السلام عليكم معكم عبد الله الدوسري المره الاولى نلعب الحين المره الاولى هذه المرة الأولى كنت بس كان عندك حلم بسيط ونحقق ما عليك هنحقق الحلم حقك وش يلا ايوه كويس عليك ايوه كمل عليه ما لا تستناه يقوم خذه هو طايح وين راح هذا الثاني من دسمك روح لا تعطيه بارك الله فيك ايوه لا تعطيه فرصة خلاص مات لما تشوف لا تعطي فرصة طيب في واحد على يمينك يمين على طول ايه. يا ولد والله يا ركبه كذا جاك مش قاعد يمشي خجول كمل عليه مات اوكي اتوقع في واحد برضه يمين اشوفهم خش عليه سلام كذا تخض مات طيب وانا اروح اطلع المصعد عشق ضبط اسلحتك كيف وشو اول شيء اكتفيت وشو بويش ايه كله اكس كمان اكس ثاني اوكي وين اروح يمين يسار وين يطلق هذا يطلق على خيارك مالك روح مو بعندي لا مو بعندك تحت الدور اللي تحتك
الله يستر الله يستر الله يستر الله يستر. يلا ما عليك، لا تخاف لا تخاف لا تخاف، الجزار ضد الكسر لا تخاف. خلاص هذا انكسر الحين؟ لا ما انكسر. طيب الحين اسمع زين، اوكي؟ ابغاك تسمع زين، لو ما سمعت زين ها اسمع ايش؟ اخسرك اسمعك اخسرك. امشي بس انت واحد تسمع واحد يتكلم، اسمع كلامه زين. برجع خلاص، قال لي ارجع. وش قال لي؟ قال استوب. لي صراحه انا ايش قال لي؟ طيب انا قلت لك اسمع كلامه. قال لي استوب. وانت ليش تتحرك؟ استوب ايش معناه تحرك؟ انا وقفت في البدايه. طيب وبعدين؟ بعدين ايش؟ بعدين مشيت. حذرتك الف مره مشكله، قلت لك اسمع كلامه زين. شيك بوينت هنا. اي شيك بوينت. يلا ما يلا هذا ما تعتبر موته ترى. يعني لسه دوب قبل خمس ثواني شايفه يا اخي ما يقدر يكسر قزاز. نسيت نسيت نسيت. اسمع كلامه زين. فك الباب. خويك ترى والله قال لك ستوب وقال لك وقف ظبطك. يلا 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 اخر موته تقدر تجي. وين يسار يمين؟ يسار يسار. شغل 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 جهاز، شغل جهاز بسرعه. هذا شغل جهاز. ايه بسرعه بسرعه. مربع مربع اكس اي شيء. فس اختفى. هيقفل. ما اروح انا؟ اي قفل عشان انت تروح بعدين. يعني ما تروح في الكهرباء اللي دوب واحد لاذع قدامك تقطع وصال. يلا يلا تقدر تقدر. حصل حصل. ما شاء الله منجز عبد الله، منجز انجاز رهيب. ما غششت ولا شيء. وضعنا طيب؟ انزل دحدر عليه. خش خش وشوته بعدين. لا اول شيء دحدر انت استعجلت. اوكي فجرت الدنيا. وش في شيء؟ والله تقطع بالله كم قطعه. الله يعطيك العافيه عبد الله على المشاركه الجميله والمبادره الرائعه. شكرا عبد الله، كنت ضيف جدا جميل. ايش تبغى؟ ايش الارقام؟ هناك خلاص نادي طالب اللي بعدك في الاختبار. مين؟ من بعدي؟ عمران؟ اللي بعدك محمد. الحين معانا متنافس محمد البسيني. حياك الله. الله يحييك. تقدر تكسر رقم قياس حق الشباب؟ انت المفروض ما تسوي ذا التحدي، تختصر الموضوع وتحطني انا وخلاص. طيب صح كلامك. أوكي. اوكي ابدا لك ثلاث محاولات. بسم الله. ايش ايش اللي صد؟ انا قاعد نلعب سنة جوادر عشان تقول لي ايش اللي صد. يلا ابدا الحين. وش بيصير؟ انا ما اعرف ايش بيصير قدامي. ما لسه حتشوف. يعني مالك لا تخاف لا تخاف، كلهم بدوا زيك ترى. يلا كلهم بدوا زيك. المحاوله الاولى صح؟ المحاوله الاولى. عندي ثلاثه. عندك ثلاثه. يلا صفرت العدد. واحد اثنين ثلاثه. مين مين؟ يلا اول مساعد على يمينك حتلقاه. اوكي والله شكله محمد بيسوي حاجه. يا ها ها توني توني اتعلم. ما شاء الله بسم الله. صكني عين ما عندي. يلا الحركه حقت السلاح خفيفه. هذا اخف من الرغم اني منزل السنسيتيفيتي ل 20 ترى 20%. اي والله سريع سريع. لا احسه ثقيل. ثقيل؟ قاعد على العربية. على العربية. الله خايف قاعد تطلق في الهواء. طلقة واحدة تموت يعني مرة ذا. يعني مو طلقتين. غالبا طلقتين. غالبا طلقتين. اوكي. اثنين على يمينك. سلام عليك الاول طاح باقي واحد. يلا ها. صحيح انه 90% من الرصاص تفلت في كل مكان وجدار يثبت كعبك. جايكم يا كلاب. وراك 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 وراك. اول واحد يفكر بخويانه من اللعيبه كله الحين حاليا الوحيد. لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا تخاف. ارتاح. ورا قزاز. ايه. ايوه. اوكي. الظاهر انت جيمر ما يحتاج اقول لك شيء. الحين نختبر الجيمريه اللي فيك. ايوه والله كويس انك ما طعت فيها عمران. عيب عيب. اوكي سكيب. عيب. يلا اللي بعده. لا عبد الله اللي طاح فيها من اول قاعد احذر واحذر 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 بعدين هنا طاح. يمديك تسوي ستيلث كذا ترى. ما عندي ستيلث انا اخش بعينهم. والله لين دعمه مات. اوكي المحاوله الثانيه. اوكي مين الاول؟
والله ما بحطمك اني اقول لك انك انت الحين الاخير لنا افا ايوه بس كاداء افضل اداء اقول لك بصراحه هو افضل اداء اداءك مره ممتاز كذا واضح واضح يعني اوكي جتني شوف كل واحد اعطت له كذا دفه اذا تبغى تكمل ولا وقف ترى شيء راجع يعني اكمل بيني وبينك بيني وبينك ما حد داري يلا يلا اوكي كات الاخراج هذه المحاوله الاخيره اللي هي الثالثه انت بس لعبت ثلاث مرات يلا اللي قبل شوي انت شتتني صراحه اي صح اما كيف ما مات ما ادري والله متعافي فطوره كان شيء ثقيل اليوم والله طلع لي هذا واحد ثاني الظاهر من تحت لا اي واحد ثاني واحد ثاني يا اخي انا مقعد كذا كيف اوه جاي شيء والله 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 هذه ما تحسب مفروض خلاص لا صح 10 ريال اذا تديني 10 ريال ممكن لا 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 خلاص يكفي صراحه ممتاز. انا انسان عادل شكرا كان باقي لك شويه تعدي يا احمد شكرا على حضورك محمد مع السلامه شرفتنا بلعبك الجميل نشوفك على الف خير اللي بعده نادي الطالب اللي بعدك السلام عليكم ياكم ابراهيم معكم فهد الشيحه و عمران الحازم عمران الحازم اليوم عندنا تحدي رهيب بنسوي لكم اياه دقيقه ها انا مقدم انا من اول انت ردي بادي الحلقه انت كل ما تطب كذا لازم ليش جايبيني ايش سجل ارجع اوكي الحين تحدي ولفستاين اوكي محاولات طيب ابدا وش ابدا وش ايه على طول بدا الوقت اي من اللي مات الله يرحمه ذبحت احد انا لا لا خوي بتذبحه انت بصعب فاول واحد هذا ما انت اللي عايش ده قتلته انت لا تسوي انك ما قتلته حتنسجم سبته عوي وصار لحظه اصعب مت كيف ليش شلون اصعب مستوى انا قلت لكم او ما قلت لك انت ما ادري انا جايبني يعني بقدم برنامج وش السالفه لا هذه المره انا الحين هذه المره فرصتي اني اطلع فشل فهد يا ساتر يا حقيقه لحظه اشوف الحين على يمينك واحد المفروض ما ساعدك كمان حاول الثانيه ما تفيد كيف يمكن مره طب ما تنحسب هذه المحاوله احمد رب طيب اصبر في محاولات سالفه اي ثلاث محاولات يا ساتر وكل طيب. واحد اخذ 17 محاوله ترى ما عم تلعب ذي ابدا انا الجزء الاول ما لعبته عشان كذا حط لك مياه الاصعب مستوى عشان ايش تطلع حلوه طيب اوكي طيب. لا وبعد على كرسي متحرك يلا كل شيء معوق مشيته كذا اوكي لانه كان ما بحرق لك القصه يلا اوكي يعني ماشي انت انتبه من القصه هذه يقدر يوقف قتلته هذا في حيوان ثاني تمام عليك ربي يلا هذا اول مره انت موت بس باقي لك محاولة وين؟ ايوه شفته؟ لا تخليه يطلع راسه. يجلس كذا استقعد مات؟ والله ما ادري عنه. مات؟ دري لا كم مات ليش؟ مات الحين مات تستهبل علي مات لا مات طيب اوكي مات. ليه؟ وين اروح؟ هذا الباب خليك مصوب انتبه في اثنين على يمينك حيطلعون هنا؟ لا هذا الباب ما فيه شيء طيب كيف في ايتمز هناك؟ كيف في ارمر اخذه؟ ما في ولا شيء صدق شوف احتاج ارمر عندي 10 عندك 10 اي نعم بس ما حتلقى شيء هنا ذا وشو؟ علاج اوه علاج طيب زين العلاج عمران ما يبيني افوز شوف 70 60 صرت عمران ليه ما تحبني عمران؟ ايش مسوي لك انا؟ جيت اورط لا والله شوف كمل يمينك ارجع يعني شوف هذا الناس من الدرس استقعد رش 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 انفض اوه اي ايه دوا الى الان انت ليش انقص الدواء 50 حده الباقي ما كمان تطلع عربيه درج من جدك فهد ما يمديني صح اوكي يعني في مصعد يروح يتعب اسنسوا بالفرنسي اسمه ترى بالله اسم فرنسي ترى بس احنا ماخذينه اي والله صرصار ها تسميه صرصار ايش سابه روح ما عليك الله يستر انت دقيقة كم مرة مت؟ ها انا مت مرة واحدة بس اوه تفرقع شو كيف كذا؟ اخيرا في واحد شاف اللقطة ترى هذه اللقطة مرة حلوة ايوه ما حد شافها من الشباب في درع ورا وين عشان ما تساعدني في المخسر الظاهر اخذت الظاهر ولا؟ اخذت ما راح انتظرك انا هنا بعد اخذته تو اخذته بعد هذا البوكيت شوف جود الدرج در خط اوكي ممتاز اي 35 ممتاز يلا 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 مين وين يكلمك عن طريق الميكروفون اوكي وقال لا تمشي انا اسمع كلامه
شوف دائما يجيك صوت ما تعرف اسمع كلامه، ما انت عارف ايش الاحداث مو اصلا خلاص اسمع كلامه. هذا اصلا واحد تكهرب من ميكروويف ذا، واضح الدم في الارض. اوه اوكي الحين قال يمشي امشي يلا نجي. شفت الخوذة ذا درع ذا يا تبع اما تلبس خوذ فوق بعض كذا ماري اوديسي قطه العين سكيب يلا شقحته بسم الله. الحين هنا هذا هذه المنطقه اللي كل العيال كذا وقفوا يا ساتر يا ساتر انا اقدر اشوفه. انت لازم تقتله مو تشرده. انت كأنك قاعد تشرد تقول ايش 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 تعال في ستلت صح؟ بس ممتاز اي في يد بلد بلد باقي مره ايوه قرب قرب فك على هي اصلا زي اللغم ايوه مات لا هذا ترى ما مات تو ايوه شوف مات شويته اتفرج شوف ايه هذيك ايه احنا لازم نطفيه عشان ننزله ادخل ولا انزل تحت. تدري اول مره لما انا شغلته ايوه لما لعبته في البيت مشيت كملت نسيته اتفرقعت فيها. هذا فرق بيني وبينك عمره فهمت الحين. الحين انا بخسرك بوكس بوكس حرام عليك دائما انزل له بوكس. ما مو بوكس انا ما راح انتظر انا عندي مره واحده باقي دائما تفضح نفسك. بس هذا ما فيه جاي من وراك ولا اصعب مستوى مستحيل تسوي شيء بالعربيه حقتك حتلف الهياط ما ينفع. اوكي طلع هذا هات هذا هذا ليش هات شوي امسك انت دورك الحين دورك عمران. اوكي دورك عمران وش في بس خلينا نقط علي ولا يلا دورك يلا عمران نشوف هياطك الحين دور عمران نشوفه ها عمران في هذه يسار عمران وانا ساعدك الحين عمران يسار عمران عمران عليك. اثنين على الدرجة عمران فرغ الرصاص عليهم يا عمران يب. ما من تلقير ازعجونا بعد فيه دعي 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 شوي عم يلا روح 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 في ناس في ناس في ناس واو يلا يا وعلا اشهد شو معلق ذا احسن منك دا 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 رهيب خلاص لمسه عمود كم خلاص دلوقتي. لا والله دقيقه في واحد متعديني والله حزعل لا خلاص لا خلاص خلاص لا انت دانية. انت لاعب اللعبه ما يصير لك محاولات عندي محاولة خلاص دانية. زين الحين يلا روح اوكي دقيقه استنى لا تستعجل في المركز الاخير يا سلام محمد البسيمي محمد البسيمي بتوقيت 3.14 ثانية لا إله إلا الله في المركز اللي قبل الأخير هناك اللي قبل الأخير هو أحمد المصطفى أيوة المركز قبل الأخير أحمد 29 إيه قبل الأخير ثلاث دقائق وتسعة وعشرين ثانية واللي بعده على طول اللي هو أنا المركز الثالث اللي ما أعرف كم توقيت جبته بس أقل من 4 دقائق 3.something ومحاولة واحدة بس فقط محاولة واحدة لا أنا لاعب اللعبة ما سبعين أمس عشان كذا قلت لك هو متحدث أيوة والمركز الثاني لا خلينا نقول المركز الاول الناس تعرف المركز الثاني المركز الاول عبد الله كم يا المركز الثاني انت مركز هو احسن مني عبد الله افضل لاعب شو وشو شو تشعر علي كذا اعطيهم ابتسامه اخيره وقول لهم لايك واشتراك لا اعطوا عمران لا تعطوني انا اعطوني انا قناه مو انت ما حد يعطيني ما حد يعطيك شيء لا اعطوا القناه لايك واشتراك الشاهي لا يطيح على عمران نبلش فيه بعدين سالمين الله يعطيكم العافيه يلا سلام نقل الكلام